نيزل تيوب ما اعتقد حكينا عن نيزل تيوب ابد ولا كلمه. شباب عيني اول شغله من تريد تسوي نيزل تيوب لازم تسال المريض خشمك مسدود لو لا. رجاء شباب اسمعوا اول نقطه تريد تسوي بيها اندو ترايكل تيوب لازم تسال المريض خشمك مفتوح لو مسدود تتنفس من خشمك لو لا عندك نيزل ابستركشن او لا. تعال مريض اقعد قدامي سد هاي الجهه اخذ نفس سد هاي الجهه اخذ نفس هذا يسموه نيزل باتنسي. نيزل باتنسي اوكي تقدر تعبر نيزل تيوب مو اوكي ما تعبر نيزل تيوب. كان شو سوى السبب؟ فاقد الوعي وين جاني؟ إمرجنسي أوره وين كل نزل بالإمرجنسي؟ أوره. يعني شنو هو مثلاً جاي مثلاً فيشل سيرجر ولا شنو؟ شباب زميلكم يقول إذا كان إنكونشس إنكونشس أوره لتيوب ما كل نزل لتيوب تقدر تسأله هاي لا أنا جاي أحكي الموضوع اللي جاي أحكي هو إلكتيف سيرجري. إلكتيف يعني عملية خيارية وجاي المريض قاعد قدامه ونسولف سوى أنيا. وعمليتها ممكن أجلها يعني ممكن الإلكتف خيارية فيها مجال الإلكتف سيرجري تسمى سكجول سيرجري يعني نازلة على جدول وهذا الجدول ممكن أجله وكله أوقفه. نيزل تيوب أول شغلة تسويها لازم تشيك نيزل باتنسي مفتوح لو مسدود عدى نيزل أبستركشن لو لا عدى نيزل ديفيشن لو لا واقع من هو صغير وصار عدى انحراف لو لا. اوكي باتن تقدر تعبر مو اوكي ما تقدر تعبر. فهذا اول شيء لازم تاخذ هسر من المريض اذا نيزل باتنسي اور لا. الشغله الثانيه شباب تجيب تيوب اصغر من الاورال تيوب 1 مليمتر. تجيب تيوب يعني ابو 7.5 للاورال الادلت ميل تجيب له 6.5 نيزل. جيب 6.5 تشيك ذن بالتسلسل تسويها تشيك النيزل باتنسي تجيب تيوب اصغر من الاورال تيوب بواحد بعد فش الكف مال هذا التيوب وتخلي له جله من الطول للطول من الكف للكونكتر. عاده نختار الرايت سايد من النيزل ليش انا شويه يكون وايدر. النيزل تيوب ممكن تعبر بيه بسيديشن ممكن تعبر بيه بجنرال انستيزيا. عاده احنا ننطي جنرال كامل مصر ريلاكسنت انالجيزيا وهيبنوتيك وبري ميديكيشن وسيديشن كلهم نطيهم ونسوي الخطوات اللي قلت عليهم. بعدها شو نسوي مرات احنا نخلي نيزل نخلي جل ليدو جل شويه ليدو جل هم ينطيك انستيزيا وهم يسهل لك الانسيرشن مال النيزل تيوب. فنخلي جل وين على النيزل ونجيب نرفع الانف نرفعه وندخل النيزل تيوب. البافل تكون عاده للجهه اليمنى او اليسرى لاترال يعني مو للاعلى ولا للاسفل. البافل اتجاهها من تريد تدخل اتجاه البافل يكون لاترالي لو يمنى لو يسرى ما يصير للاعلى او للاسفل. من تسوي انسيرشن للتيوب عبر سوي صامت رجاء من تسوي انسيرشن للنيزل تيوب عبر الامور طيبه ما عبر روح للجهه الثانيه. عبر بالجهه الثانيه الامور طيبه ما عبر جيب اصغر بنص بعد من الزغر بعد نص يعني انت على 6.5 ما عبر بالجهتين يعني تجيب 6 عبر بالجهه اوكي ما عبر تروح للجهه الثانيه ما عبر بالجهتين يعني باصغر قياس انت اختاريته الغي النيزل تيوب الغي لان ما من المستحيل تجيب يعني ما يصير تسوي هذا الشيء انه هو تجيب النيزل تيوب وفورس لي تعبره على النيزل كافيتي لان هاي المنطقه كلش البلد سبلاي لها قوي اللي هي ميدل كاربينيت ونيزل سبتر حاجز الانفي بس تدخل بقوه فورس لي توقع بلد كلش قوي راح يجي قش مال بلد قوي بحيث احنا من بالنيزل تيوب نخلي سكر بصفنا وتيرن اون يعني مشتغل حتى باي لحظه بدنا نعبر بالنيزل يصير نزف نسكر هذا حتى ما يصير بلاد اسبيريشن للاستومك وللانك ما يصير تعبر نيزل تيوب بقوه كون يجي سموث بايدك بسهوله يعبر
ما عبر وانت عمليتك لازم نيزل سيرجر، تقول للجراح اسوي لك اورال، لان انت بالنيزل من استبعدت راح ترجع اورال، ومن ترجع اورال راح تروح للجراح تقول له ترى انا اسوي لك اورال، تشتغل باورال امشيك، ما تشتغل ترى الوضع ما يمشي. باللحظه اللي ما تقدر تعبر بيها نيزل تيوب سوي اورال. هسه يقول لك الجراح انا ما اقدر اشتغل الا نيزل، قل له راح اسوي لك اورال تيوب يخلص المصر لك انت انطي انت دوت واطلع المريض لاهله، تريد لو تتحمل الاورال وتشتغل بيه. كلش هواي مرضى داخلين الصالة العمليات بس ماخذين تخدير وطالعين ما بيشتغلون جراحة. الأسباب خلافات بين الجراح بسبب الايرواي أو difficult airway أو شغلات أخرى complication. عبر نيزل عبر أوكي فبها، ما عبر لا تحاول بقوة، فورسلي بيها مشاكل، فورسلي بيها blood bleeding، فورسلي بيها blood aspiration، فورسلي بيها complication. وإذا عبر وين راح تلقى التيوب؟ بالأورال كافيتي. هنا تجيب لارنجوسكوب وتجيب هذا المقيل فورسيبس، تلزم التيوب منين تلزمه؟ مو من الكف، قبل الكف، وتعبر الفوكال كورد في هالموضوع. هذا كل التكنيك. شوفه بعينك دار مثل التيوب. من يوصل للأورال كافيتي تجيب لارنجوسكوب النوب التيوب تشوفه بعينك، بس تلزم التيوب بمقيل فورسيبس وتعبره حالة حال من تسوي أورال. من هم المرضى اللي لازم انديكيشن للنيزل تيوب؟ عندك هواي مرضى. واحد من المرضى ما عنده عرضين، ما صورة من هذه الصغار وياه، بس أول مريض اللي عنده أورال فارنجيال سيرجري. أي مريض عنده أورال فارنجيال سيرجري عملية بالماوث أو بالفارنكس لازم تسوينا نيزل تيوب. أي مريض عنده شنو مندبل فراكشر لازم تسوي له نيزل تيوب. ليش؟ لأن هاي المندبل فراكشر جماعة المكسيلوفيشال جراحة الوجه والفكين بالأخير يريدون يسوون طبقة الأسنان الطبقة مالتها يعني الانترسايزر قاب واحدة على الثانية، فإذا أنت نخلي تيوب بالنص ما راح تجي الطبقة مالتهم صحيحة، فيفضلون يطلبون من عندك تخلي نيزل تيوب. بعد أورال باثولوجي من أسوأ الكيسات اللي مرت علي بال 2013 هو هذا الكيس. شوفوا هذا أورال باثولوجي، ورم باللسان، هذا ورم اللسان شباب. هذا المريض مستحيل تخلي له أورال تيوب، هذا أورال باثولوجي لازم نيزل تيوب. هذا المريض لازم نيزل تيوب. إذا شنو الإنديكيشن للنيزل تيوب؟ أي عملية بالأورال، أي عملية بالنيزل، العفو بالأورال أو بالفاركس لازم نخلي شنو؟ طبعا هذه المريضه من تعبر لها نيزل تيوب ما يصير تدخل لارنجوسكوب، منين نجيبها؟ فلازم نيزل باي فايبر اوبتيك، نيزل بناظر الفلكسبل فايبر اوبتيك، ناظر النرم نسميها. يعني تخلي الناظر التيوب بالناظر وتدخل التيوب بالناظر كله من النيزل، تنزل جوا راح يروح التيوب انت تسحب الناظر وتنزل الناظر. هذا يسموه اورال باثولوجي. هاي بال 2000 اعتقد هاي الكيس هسه دايجوز، لأن هذا الميتاستاسيس سرطان كلش خبيث ومنتشر هنا. هذا شنو؟ هذا أورال باثولوجي. هذا تانك، هذا يسوون اكسجين للتانك كله من البيز، ريز اوف ذا تانك. انجري اللي عنده نيك انجري ايضا يفضل تخلي له نيزل تيوب باي فايبر اوبتيك، هم بدون لارنجوسكوب بالاخير. عين بعد من هم المرضى اللي ما تخلي لهم نيزل تيوب؟ الكونترال موانع لك كوغلوباثي. واحد عند البي تي، سامعين البي تي والبي تي تي والاينار بروثرومبين، سامعين بهم؟ لان اذا زادن الارقام مالتهم زادن يعني مش مريض عنده كوغلوباثي، مشكله بعوامل التخثر، يفضل ما تسوي له نيزل تيوب لان راح يصير نزف عندك. مو بس ذول المرضى، المرضى اللي على انتي كوغلنت ميديكيشن، واحد على هيبارين، واحد على وارفارين، واحد على بلافكس، واحد على اسبرين، ما يصير تخلي له نيزل تيوب، راح يصير نزف من تدخل صدمي يعني الانسيدنس مال النزف عالي. هاي النقطة كلش حلوة. شنو السبب اللي ما يخليك تخلي نيزل تيوب إذا المريض عنده بيزل سكل فراكتشر؟ لا
يصير البرين اكسبوز للتيوب. يعني توقع اكو فطر بقاعده الجمجمه واكو تيوب مار، مو مار بالبرين، لا ما يمر بالبرين مستحيل، يمر جوا القاعده مال الجمجمه. فالتيوب انستيرايل ما معقم، فتوقع البرين معرض الجزء او جسم غريب غير معقم ما يصير بينفكشن. واذا صار انفكشن يعني منجاتس، يعني سحايا، يعني كريتيكال سيتويشن، يعني مرض كلش ريسك وخطر. اقصد غير معقم من يعبر النيزل كافيتي من تلزمه بايدك، واضح؟ هذا يصير انستيرايل. ممكن اي بكتيريا ممكن تسبب لك منجاتس سحايا بالمننجيز، لان يصير اكسبوز هيجي كانما هاي قاعده الجمجمه وهذا التيوب، هذا التيوب، هاي القاعده وهذا التيوب، هو مو داخل بالقاعده، لا مار من خلال. فمرور التيوب، هو التيوب ترى كله انفكشن، سواء حتى باللانج اذا فتره طويله انتيوبيشن اسوشيتد نيمونيا، موضوع كلش كبير هذا. فمرور التيوب من جوا قاعده الجمجمه اللي هي اصلا اكسبوز مفتوحه راح يسبب لك انفكشن ومننجايتس، والمننجايتس تعرفون بعد شنو خطر كله. بعد عندك نيزل بول، اذا مريض عنده نيزل بول، نيزل ابسس فورن بدي او ابيكلوتاتس، هذا المريض ما يصير يسوي له انفكشن. شنو الادفانتج مالته؟ سكيور، التثبيت مالته سهل. بعد المريض ما يعضل التيوب، بعد المريض توليريت نيزل تيوب، ما يتحرك، سهل تثبته، ما يعضل بيشنت التيوب، بعد ليس سيرفايكال موفمنت. شنو الديس ادفانتج مالته؟ ياخذ منك وقت طويل حتى تسوي، تاخذ سمول سايز. هذا اعتقد السؤال سالتين كل الجروب اللي قبلكم، النيزل تيوب سمول سايز يعني الدايميتر هناك 7.5، راح تخلي واحد ادلت بيشنت عمره بال 30 سنه راح تخلي له 6، يعني هذا التيوب الدايميتر مالته صغير على هذا المريض، اضافه الى التيوب طويل. كل ما كان التيوب الاي دي مالته صغير وطويل راح يسوي ريزيستنس الما للفلو اللي انت تعطي. دب العلج، باو اسمع، هاي المعلومه كلش مهمه. واي مرضى يدخلون العمليات الانف والاذن والحنجره عندهم اورام على الحبال الصوتيه، على الحبال الصوتيه. توقع هاي الفوكال كورد هو ورم كبير قاعد عليها، خصوصا بالمدخنين اللي يدخلون فتره طويله، تلقى عندهم اورام بالمثانه، تلقى عندهم اورام على الحبال الصوتيه واورام باماكن مختلفه بها انسيدنس وتشانس كلش عالي. باو ايش راح يقول لك الجراح؟ اسمع، دخل مريض هاي قبل فتره، دخل مريض صالة العمليات عمره 30 سنة، مدخن هيفي سموكر، يدخن 3 و4، كلش ضايج بالعراق، عايش وقاعد بالحار والوضعية وكهرباء ماكو ومختنق، فيقول لك خل هي خربانة خل ادخن 4 واخلص. فأربع باكيتات باليوم يدخن، صار عنده زاد الوضع ساع، عنده صار عنده ورم ماس كتلة صغيرة قعدت على الحبال الصوتية، صار عنده شنو هورسس اوف فويس، هيك صوت مال واحد كلش تخين الصوت مالته. راح لابو الانف والاذن والحنجره، سواله قال له بالعياده خلي اشوف بالناظوره اشوف الحبال الصوتيه، واذا دخل بالناظوره يلقى ورم كبير. قال له هذا لازم شو اسوي له؟ شيله وين؟ بالعمليات. دخل وين؟ صاله العمليات. اجى المريض صاله العمليات. من اجى المريض صاله العمليات ايش قال لنا جراح احنا المخدرين؟ قال لنا هذا المريض عنده ماس على الفوكال كورد، ورد استخدم له دايركت لارنجوسكوبي، يسموها دي ال، العمليه هيك يسموها دي ال دايركت، يعني باوع الجراح دايركت للفوكال كورد ويشيل الورم اكسجين مقاص باي شيء سيزار اي شيء عندهم. ايش قلت له اني؟ قلت له راوين الصوره خل اشوف الورم وين، يمنه يسرى فوق جوا. راوان الصوره طلع هيك صاير على اليمنى. ايش طلب هو من عندي؟ عفو السوالف، طلب من عندي اخلي تيوب 5.5. قلت له شلون انا اخلي 5.5؟ هذا مريض ادلت، هذا التيوب مالته 7.5 8، ادلت ميل 7.5 8 8.5. انا لو اخلي لك 7.5، لو اخلي لك 8، لو اخلي لك 8.5. ايش قال هو؟ قال اذا خليت لي هيك سايزات المريض ترى ما راح يستفاد، والورم ما راح اشيله لان التيوب الكبير يغطي لي الورم كله، فما راح اشيله بصوره صحيحه. لو تخلي لي 5.5
لو طلع المريض وما نشتغله. وافق ثاني تحمل انجبرت انه اخلي هذا المريض يجي يعني انفيزف تكنيك سيرجيكال انفيزف تكنيك وما يستاهل انه ادخل المريض تريكستم واطلع عليه عمليه ما تستاهل. ليش ادخل تريكستم؟ ترى لاست تشويس اخر خيار بهيك عمليات تستخدمه. على العموم خليت 5 اونس ايش تتوقعوا شنو المشاكل اللي واجهها؟ عوف الموبايل ليك خلينا نقول الكف نفخت اقصى شيء غطى للكفر للمنطقه كلها والامور طيبه مشت. ريزيستنس للاير للفلو شو اسوي اذا ريزيستنس للفلو؟ يعني تصور المريض انطيه 500 يرجع لي 400. ليش؟ لان ال100 ما تقدر تطلع التيوب صغير. ريزيستنس بالاكس فايرشن كانما مريض عنده ابستراكتيف لانج ديزيز اسماتيك سي او بي دي بيشنت. هيك الفكره يعني الصور نزف بي وين بالعمليه خلي يسوي شنو يعني كف كف منفوخ شنو المشكله ما له علاقه الكف منفوخ والجراح مستمر يسكر بالايروي اكو سكشنينج مستمر يسكر بالايروي هي هاي مكان يعني كلش صغير البلد البليدنج ما تبي مو كلش هواي قليل هم يدخلون فد سكشن رفيع ويسكرون كل ما يشيلون بالمنطقة. شو أسوي من أخلي أنا الفكرة شنو الفكرة من أخلي تيوب صغير شنو المفروض أنا أسوي كمخدر؟ شو؟ الإيتا عفية. اسمع شباب. يقول زميلكم أنا مو عندي أي إيرشيو. هاي الإيتا مكان ما واحد إلى اثنين أسويها واحد إلى ثلاثة حتى طول الوقت السفير حتى يصير عندي كومبليت إكسبيريشن أو أقلل التاكل فوليوم وأزود الرسبيراتوري رايت وأبقل من الفنتيليشن ضمن النورمال. شباب رجاءً إيش وقت ما تطب صالة العمليات ويقولوا لك خلي التيوب صغير زود الإي تايم لو زود التايتل قلل التايتل فوليوم وزود الرسبيراتوري رايت هيك الفكرة. نفس الشيء تقريبا هو من تقلل التايتل فوليوم وتزود الريت راح يزيد الاي تايم اوريدي. شباب عيني من تزود الريسبيراتوري ريت جزاء ما قال لكم اياها من تزود الريسبيراتوري ريت راح يقلل او يزود الاي تايم يزود الاكسبيريشن تايم موجوده هاي بالميكان كالكوليشن. هسه راح ندخل بموضوع جديد شلون تحسب التيوب واصل شلون تعرف التيوب واصل للمكان شلون تعرف التيوب واصل للمكان الصحيح. اول نقطه اخذناها بدايه المحاضره اكو خط يقطع التيوب بالعرض يسموه ترانسفيرز بلاك لاين شفتوه هذا اذا عبر الفوكال كورد يعني انت داخل زايد واذا ابوف ذا فوكال كورد يعني انت بالمكان الصحيح. اضافه الى اكو بعض التيوبات بها خطين فالفوكال كورد لازم يصير بين الخطين واحد خط داخل عبر الفوكال كورد خط. هاي سهله نعرفها ومتعلمينها. هسه راح نجي الارقام وشغلات باو. إذا كان الطفل أقل من 6 أشهر لازم التب مال التيوب تعبر الفوكال كورد 1 سي ام. أول حالة إذا كان الطفل أندر 6 مانت أقل من 6 أشهر التيوب لازم يعبر 1 سي ام التب مالته. إذا كان الطفل أب 1 يير سنة واحدة لازم يعبر 2 سي ام. أما إذا كان لارج أدلت كبير احنا كلنا الاداب لازم يعبر التيوب 3 الى 4 سي ام. اعيد جوا 6 اشهر التيب مال التيوب يعني البافل تعبرها 1 سي ام سي ام 1 1 سنتيمتر. اذا كان سنه واحده عمره تعبرها الى 2 سي ام. اما اذا كان ادلت بيشنت فتعبرها 3 الى 4 سي ام. لو تلقى التدريجات باديه من 3 مثلا او من 4 لو انت تقدرها تقديريا واضح. اكو احلى من عندها وافضل لك اذا تريد يعني بعد اكثر. بالنيزل تيوب العصب الاورال تيوب للادلت ميل لازم التيوب واصل للانترسايزر قابل هنا 23 بالاورال ادلت ميل. اما اذا كانت ادلت فيميل فلازم 21 لهنا
وذا نيزل الزيد 5 على 23 و5 على 1 العفو يعني 28 نيزل بالميل و26 نيزل بالفيميل. هاي أرقام سهلة وبسيطة، يعني إذا أنت تريد تطمئن أنه تيوبك واصل للمكان الصحيح لازم بالميل هنا 23 أو 21 وذا نيزل 28 ميل و26 فيميل. عندنا معادلات للأطفال؟ إيه عندنا معادلات. شنو المعادلات؟ إذا كان طفل above one year، هاي معادلات إذا تذكرون كان عندنا معادلات للآي دي ذي شوح قياس القطر، أنا جاي أحكي على سنتيمتر على الطول، وضحت الفكرة؟ هناك عندنا معادلتين ومعادلتين بسيطات، إذا أنا ما أطول عليك بس معادلتين فقط. إذا كان فوق الواحد سنة above one year الأيج على يمن على 2 زائد 13، يعني إذا واحد عمره سنتين على 2 زائد 13 14، فإلا دخل مريض الصالة العمليات عمره سنتين لازم نتيوب واصل لهنا شقد 14 سير. أما إذا كان بلو ونير فالقياس راح يصير على أساس الويت على الوزن، إذا كان أقل من سنة بالأشهر فالقياس راح يصير على الوزن. إذا أجا واحد عمره سنة أو العفو عمره مثلاً 6 أشهر، نقول 6 6 على جد 6 على 2 زاد 8 11 كله يطلع 11. هاي 11 إذا واحد دخل صالة العمليات وزنه 6 كيلوغرام عمره بالأشهر المفروض التيوب واصل لهنا الرقم 11، حتى تعرف هذا التيوب لا برونكيال ولا طالع زايد أبو يعني فوق البطن. إذا تتذكرون كانت عندكم معادلة ما أعرف بالثانية أو بالثالث، لا بالمرحلة الثانية أو الثالثة كانت عندكم رول يسموها مال حساب الفلود 4-2-1 مو؟ نعم مو؟ معادلة مال حساب الفلود 4-2-1، إحنا هنا ما عندنا 4-2-1 عندنا 7-8-9. إذا وزن الطفل 1 كيلوغرام فالتيوب واصل لهنا للسبعة، إذا 2 كيلوغرام للثمانية، إذا 3 كيلوغرام للتسعة. هاي رول يسموها 7-8-9-1-2-3. هسه تقولوا لي هذا 1 كيلوغرام من هو؟ راح أقول لكم البريتيرن، سامعين بها؟ شنو هو بريتيرن؟ قبل الموعد مال الولادة. عفية، عندنا تيرم يعني 9 أشهر، كمل تيرم كامل يعني 9 أشهر كاملة، البريتيرم قبل 9 أشهر 8 و7، وجي 6 همين، وبوست تيرم اللي هي بعد 9 أشهر 9 10 و11. فمرات يجون بريتيرم وزن 1 كيلوغرام تريد تعطيهم جنرال أنستيزيا تخلي التيوب واصل لهنا لوين؟ للسبعة، وإذا 2 كيلوغرام وإذا 3 9. هاي هم أسهل وين؟ هاي بعد أسهل من الأطفال. بقية المعادلات شباب بس نقطة واحدة كلش مهمة عشان تلقرب اللي عادة بالأطفال ممكن تخلي نيزل تيوب، بس احنا ليش نتجنب النيزل تيوب بالأطفال؟ هو يصير ما أقول ما يصير يعني إذا دخل طفل صالة العمليات وتريد تسوي له نيزل تيوب تمشي الامور تقدر تسوي له نيزل تيوب، بس احنا كمخدرين ليش نتجنب النيزل تيوب بالبيدياتريك ايج جروب؟ شلون لا ما قلت ما يعبر شباب النيزل تيوب بالبيدياتريك ايج جروب يعبر، بس المشكلة وين؟ احنا نتجنب نسوي نيزل تيوب، يعني المريض اذا طفل يمشي ويا اورال نمشي، اذا يمشي ويا اورال بس اذا انجبرت تخلي نيزل خلي. لا شباب اسمع اسمع، أنا من أقول بيدياتريك ايج جروب ترى حتى أقصد تشايلد سكول والخمس سنين والروضة، ذولا اللي بالروضة بري سكول قبل المدرسة، ذولا شبيهم ذولا الأطفال عادة أغلب الأطفال بهيج أعمار يصير عندهم بوست نيزل
سوفت تيشو اللي هي ادينويد، سامعين بيها كلش جماعه اللي انت يدخلون عمليات يسموها ادينويدكتومي بالاطفال. الطفل يقعد الصبح توديه للروضه ما له خلق، يسخن بالسنه 5 مرات 6 مرات، يسخن بالسنه وتطي انتي فايرال وتطي تاخذ الطبيب الاطفال وما له خلق وخامل ودائما تعبان ودائما ما يشتهي. ليش؟ لو عندهم تونسيلايتس، لو عندهم بوست نيزل ادينويد سوفت تيشو. فاتوقع نسبة كبيرة من البوبوليشن مال الأطفال عندهم نيزل أبستراكشن بارش يلي مو كومبليتلي، يعني من تأخذ لهم أكس راي تلقى نيزل أبستراكشن إيمان سوفت تيشو. شو نسميها إحنا هاي؟ أدينويد. أدينويد عبارة عن سوفت تيشو يشيلها الجراح بعملية ما تطول 10 دقائق. واضح؟ هسه راح ندخل بموضوع قصر اللي تنزل يكون شو اسمه يشاركه. إيه تفضل. شو هاي الخطة أو هاي الطريقة التمثيلية البسيطة؟ أريدك بس تطلع من القاعة ترجع بس. ترجع تقعد بمكانك. لا يرجع. اسمع. أكو واحد من عندكم هسه يقول شو اسمه هو؟ مرتضى. أكو واحد من عندكم موجود بهاي القاعة يقول مرتضى ما دخل القاعة؟ مستحيل. عده بالاندوتراكيال تيوب. شلون تثبت التيوب بالمكان الصحيح؟ يسموها confirmation of endotracheal tube. من تسوي endotracheal tube من اللي يثبت انت in low out؟ من اللي يثبت انه انت tracheal low esophageal؟ عندنا 10 شغلات. لا شباب عين، تثبت التيوب بالمكان الصحيح عندك 10 شغلات. اول شغلة اللي سواها مرتضى، تشوف التيوب بعينك عبر الفوكال كورد، يسموها دايركت فيجن او دايركت فيجواليزيشن. مستحيل تشوف التيوب عبر بالمكان الصحيح. هاي اقوى شيء انه تعرف التيوب عبر بالمكان الصحيح تشوفه بعينك. اكو واحد يكذب مرتضى دخل القاعة؟ أبد. من تسوي لارنجوسكوب وتشوف التيوب بعينك عبر الفوكال كورد، صرت شاهد بعينك عبر، انتهى الموضوع. ما حد يقول لك شرب، انتهى. إن 100% إن. فشلون تثبت التيوب بالمكان الصحيح؟ عندك سريرين وعندك باي إكوبمنت. لو سريرين كلينيكالي، لو باي إكوبمنت. سريرين دايركت فيجن أقوى، شوفه بعينك دايركت. إكوبمنت هنا بالتسلسل بالامتحان العام جبت أقوى شيء يثبت لي التيوب بالمكان الصحيح وأضعف شيء يثبت لي التيوب بالمكان الصحيح. شو تتوقعون من أضعف شيء؟ دايركت أقوى شيء. عفية بالس أوكسيميتر. أنت تسوي تيوب بالإسفاجس وإذا بالس أوكسيميتر الأسبيوتو ويبي ورا 3 دقائق عود يا الله يصير 98 97 96 وينزل لي. أنا أريد قبل دايركت. أضعف شيء يثبت لي التيوب بالمكان الصحيح هو البلس أوكسيميتر، وأقوى شيء ككلينيكال هو الدايركت فيجن، شوفه بعينك عبر. بعد الدايركت فيجن بالقوة منو يجي؟ إيش تتوقعون؟ كابنوغراف. كابنوغراف سامعين بي؟ من السوي تيوب يصير بالإسفاجس تطي أكسجين يجيك سيراتون؟ يجيك؟ ما يجيك. هو بالله يجيك سيوة. من السوي عند تريك على تيوب انت رابط كارنوغراف بالبريفينج سيركت مالتك. مش راح يصير باور. راح تجيك الموجة تظهر بالشاشة بهذا الشكل. وراح يطلع صف الموجة رقم 35 العفو الى 45 بين الثمين. فاذا داخل بالله. اما اذا داخل بالاسفينجس. فهذا الرقم يصير 0 مليمتر ميركوري. وهاي الموجة تصير فلات. أو الأمور قوي كلش قوي. يعني باللحظة اللي أنت تدخل بيها بالإسفيجاس الكابنوغراف راح يقول لك أنت إلا أوت. إذن أقوى واحدة هي الدايركت فيجن، يجي بعدها الكابنوغراف، يجي بعدها الجيس إكس راي أو الفايبر أوبتيك العفو ناظور القصبة الهوائية، يعني دخل التيوب بالناظور وشوف هم بعينك بالناظور. يجي بعدها الجيس إكس راي، آخر واحدة البالس أوكسيميتر رقم 10. وكبينات شغلات اللي هن اسمه
تشيس موفمنت ضعيفة مو قوية. واحدة من النقاط اللي تثبت لك اليوتيوب ان هي تشيس موفمنت بس مو قوية مثل الدايركت فيجن والكابنوغراف والاكس راي والفايبر اوبتيك، بس هي اقوى من البلس اوكسيميتر. البلس اوكسيميتر هي هو مو ضعيف بس يتاخر، يا الله يثبت لي. ما اريد واحد يتاخر، اريد واحد بسرعه. تشيس اكسبانشن بعده، شايفين هذا البخار اللي يطلع بالتيوب اكس هيلد اوف فابور، التيوب مو شفاف يطلع بيه، ضعيف هذا، ضعيف شباب، هذا ضعيف. هواي مرضى يطلع بالتيوب فابور بخار وهو التيوب اوت، هواي مرضى. بعد ستيثوسكوب هذا يبين لك بسرعة، البلس أوكسيميتر يتأخر يا الله يبين. يعني أنت مسوي التيوب بالإسفيجس، شوفوا شباب بس اسمع هاي النقطة خلاني أدخل بنقطة أخرى. اسمع، تتوقع أكو معلومة بكتاب ميلر يقول إذا أعطيت أكسجين 100% المريض بري أكسجينيشن يكون المريض هيلثي ما عنده مشكلة ومو أوبيز، وإذا في ميل مو بريجننت. تتوقع إذا أعطيت أكسجين 100% والمريض عفته بدون أكسجين تتوقع 10 دقائق كاتب يلا ينزل الـ SPO2؟ 10 دقائق يوتيوب أوت وتطفي فنتليشن بالستومك والـ SPO2 100%. إذا كان هيلثي ويلثي نون أوبيز نون بريجننت والفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي مال تشبيره ونورمال، 10 دقائق كلش هواي. إذا كان هيلث ومطيب ري أكسجينيشن 100% تتوقع 10 منت يا الله ينزل الـ SPO2. شوف البلس أوكسيميتر إيش قد ضعيف. إذن إكس هيلث غاز ضعيف، تشيس موفمنت ضعيف، ستيثوسكوب تجيب السماعة وتسمع هم ضعيف. لذلك إحنا نطلب من كل واحد يسوي تيوب ما يخلي السماعة بس على صدر المريض، على بطن المريض حتى يسمع هوا يدخل للستومك لو ما يدخل. ترى السماعة احنا المخدرين ما نخليها بس على صدر المريض، على بطنها. ليش؟ اكو ستومك اير انتر لو لا؟ اذا اكو ستومك اير انتر قبل اسحب التيوب وسوي تيوب من جديد. بعد ريزيرفر باك موفمنت ديورنج سبونتينيوس بريث، هاي حلوة، هاي قوية بس مو اقوى من الدايركت فيجن والكابنوغراف والفايبرو اوبتيك والاكس راي. يعني شنو مريض تسوي له تيوب وتعوفه سبونتينيوس تشوف الريزيرفر باك تتحرك، يعني جاي ياخذ نفس، يعني اليوتيوب ان ماكو واحد تيوب بالاسفيجس والريزيرفر باك تتحرك مو قويه لو مو قويه. اذا الضعيفات اسكلتيشن ضعيف، اكسبايرد فابور غاز ضعيف، تشيس اكسبانشن ضعيف، وبعد تشيس موفمنت ضعيف. العام جي السؤال which of the following is the weakness method for confirmation of ETT during general anesthesia? Which of the following is the strongest way? المشاكل شباب ما بقى 13 دقيقة رجاء، الوقت محسوب يروح بين الحضور ويروح بين الدخول والخروج. ساعة هي ترى جاي يشوفون شباب عين الحضور سلموا لهم اياه. دي هذا اي وبي من نخلص نتج يا شباب عين رجاء يصير باليوتيوب اغلبهم سامعين بهن، راح امر عليه المرور للكرام، بس اكو وحده كلش قويه راح احكي بيها. باو تروما، تروما كلش تروما. تصور اكو مريض قبل اسبوعين ثلاثه دخل صاله العمليات صارت تروما بالتراكيا وانثقبت التراكيا، واذا انثقبت التراكيا راح يصير سيرجيكال انفيزيما. يعني تدري شنو سيرجيكال انفيزيما؟ يعني هواء جوا الجلد كل مكان. كلش خطره هاي الحال، كلش خطره، لازم جماعه الثوراسك وتحت احتمال حتى جيستي وبتحتاج. واضح؟ يعني اذا صارت هاي الحاله كلش ريسكي، يعني تدفع هواء يطلع من التراكي يروح جوا الجلد. ايه ثقبه التراكي يسموه سيرجيكال انفيزيما. تلقى المريض وجهه منفوخ، الركبه ما تهيج، صدره منفوخ، كله منفوخ هواء بحيث تجيب نيدل يطلع هواء من جلد. هذا خاصه اذا انت على ميكانيكال انتوبيشن. اسفنجيال انتوبيشن نعرفها،
بعد طبعا شباب اكو نقطه جوز ما سامعيها من اي واحد، اذا سوي اسفجل انتوبيشن وبعدك ما نافخ الكف راح من تخلي اذنك يم يم الماوث مال البيشنت راح تسمع شنو هيسينج اور اسفيج اسفيجي اسفيجي يعني شنو مثل التريوه واضح كانه ما جاي تدفع هواء بالاستومك ويطلع لك الهواء اوت فاحنا نسميها ايروفيجي العفو ايروفيجي هاي اذا تريد يعني تتاكد اليوتيوب انه اوت تقدر تسمعها بس برونكيال انتوبيشن إذا المريض صار برونكيال انتوبيشن راح يشوف هواي شغلات من ضمنها تشيس اكسبانشن جهة واحدة تصعد ما تصعد جهتين من ضمنها الاسكولتيشن تسمع بجهة واحدة ما تسمع بجهتين بعد اكو شيء كلش مهم راح يشوفه قدامك انه البيك ايرواي بريشر راح يصعد الضغط راح يصعد فوق ال 35 اذا داخل بجهة واحدة فاذا يوم من الايام انت بصالة العمليات وشفت البيك 35 واحدة من النقاط اللي مفروض تنتبه لها انه التيوب داخل زايد فالسحبة شوية راح يقلل البريشر فورن بادي اسبيريشن احد الايام انا كسرت سن واحدة من المرضى اولد ايج بيشنت كلش كبيرة 70 75 سنة وعندها بروتروجن تيف اسنانها الامامية متقدمة حاولت يعني ابتعد عن اسنانها ما قدرت فانكسر عند سن واحد نزل جوا بالاورال بالقوة لحقت عليه وخذته لو نازل جوا شان صار فورن بادي وتعال ادخل عملية كبيرة وسيرجري ومشاكلها فممكن بالتيوب تواجه شنو فورن بادي اسبيريشن كلش ريسك هذا وكل نقطة هم مهمة اريد اقول لكم اياها اذا كسرت سن المريض لازم تدفع دية السن واذا قتلت مريض اثناء التخدير لازم تدفع دية القتل واضح هاي معلومة جوز ما صار عندنا وحسب كلمة تيوب اوبستراكشن ممكن المريض يعض عليه ممكن يصير كينكينج بعد اسبيريشن قاصر الكونتينت كلها ترجع ونصير اسبيريشن اخر شيء ديفيكلت اكسوبيشن ما اتوقع سامعين به مو ديفيكلت اكسوبيشن مو انتوبيشن ها ما سامعين بالديفيكلت اكسوبيشن اتصور واذا انت تريد تسحب التيوب والمريض غاز عاض على التيوب شلون السحبه المريض سبازم او مصل او رجل مصل المريض رجل صلب غاز عاض على التيوب عضه مو طبيعي يا شلون تتخلص طيب روبوفول شوية عفية لو تطب روبوفول شوية يصور البروبوفول ترى هم بي ديجري مال ريلاكسيشن شكو دول ورقة الحضور عيني شباب البروبوفول هم بي شوية ريلاكسيشن فمن تطي طبعا ما تطي جرعة الهبنوتيك دوز اللي هي 2-2.5 ملي جرام بير كيجي لا تطي لك أقصى شيء 50 ملي جرام يعني 5 سيسيات بس صار ريلاكسيشن فتح الماوث مالته تسحب التيوب وتنفخ للمريض او حتى اذا ضغطت صعب مريض قاس كلش او طريقه اخرى اللي انتم ما شايفينها ابد عفوا الموبايل بالاخير طريقه شنو اكو فد عندنا مفتاح اللي هو هيك شكله صاير نايلون هيك شكله يجي يا ايرو شنو هذا المفتاح مفتاح هيك شكله مثل المخروطة مفتاح مخروطة شلون مو سبرنج لا نايلون صلب بس مخروطة شلون المخروط وبي سكرو من فوق شو تسوي انت المريض قاس كل شعاب تشوف وين اكو فتحة صغيرة بين الاسنان تخلي التب مال المفتاح بيها وتفتح تفتح 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 راح تكبر الفتحة عندك تجيب ايروي تخلي هاي واحدة موجودة من الامرجنسي اكوبمنت موجودة عندنا في صالة العملية الا الى كلش ماكو بالركبر واحد يطلع مصر ريلاكسان شباب انسوا هاي الفكرة اخر اقوى معلومة كلش قوية هاي الفكرة شوية بس هنا عندنا انتبه لنا لو واحد عنده سبير إديمة بالإيروي
شلون تفحص الإدينة بنهاية العملية هل المريض عنده لو ما عنده علمك الفحص ها شنو؟ تريك تريك وهذا؟ تيوب عنده تريك بنهاية العملية من تخلص العملية احنا المخدرين شو نسوي؟ نسد الانستيزيا إذا آي في توقف وإذا انهيليشن هم توقف سيفو فلورين فاتحة على اثنين خلصت العملية سده وتقعد بس تقعد ايش نسوي؟ قاعدك وخلصت؟ خلصت 10 إلى 15 أو 20 دقيقة راح يجي المريض تصير عنده علامات مال ريكفري اللي هي أول علامة مال ريكفري adequate title volume هسه تقول لي ايش قد الادكوات 5 مل لكل كيلوغرام اول علامه اول مصل ترجع هي ترى الدايفرامتك مصل فاول علامه تشوفها المريض ياخذ نفس ايش قد النفس احنا نقول عليه كلمه ادكوات يعني كافي ايش قد الكافي 5 مل لكل كيلوغرام هاي وحده من العلامات اللي تثبت المريض قاعد فيها حاضر زين فاذا المريض وزنه 60 كيلوغرام في 5 فإذا المريض بعد ما أوفت بدأ ياخذ 300 مل يعني هذا المريض بمجال تنطي أنتيدوت واحدة من العلامات لأن النواي لازم يتجمع واحدة من العلامات بمجال تنطي أنتيدوت وتسحب تيوب شباوعت أنت بالشاشة باوعت المريض جاي يدخل أوكسجين أو تايب أوف فوليوم إنسباير التايب أوف فوليوم 300 وجاي يطلع إنسباير التايب أوف فوليوم 300 سويت انتبهت هاي علامة حلوة اريد بعد انها علامات حتى اسحب التيوب شنو العلامات اللي قالها؟ مريض يطلع لسانه مريض يرفع رجله يحرك ايده ويقدر يرفع راسه ضد الجاذبية لمدة 5 ثواني شفت ذني كل هالعلامات سويت انت سويت اورال سكشنينج سكرت بالاورال ورا ما سكرت وخلصت شفت المريض يدخل 300 ويطلع 300 دخل 300 ويطلع 300 ايش قلت؟ قلت خلي في الشركف اجيت فشيت الكف ايش سويت؟ انطيت ريفيرسال انتيدوت لان العلامات كلها ظهرت قدامك. من فشيت الكف بقى المريض يطلع 300 ويدخل 300 ويطلع 300، ياخذ شهيق 300 ويطلع 300، ياخذ شهيق ويطلع 300. شنو معناه؟ معناه المكان اللي داير مداير الكف بعد بإديمة. يعني اكو سوفت اكو تيشو صاير بإديمة من وخرت الكف سد للتيوب. عافية يشتغل شغل الكف. المفروض المريض ياخذ 300 ما يطلع 300 مين يطلع الباقي؟ أرامد كف أرامد تيوب يطلع ليك تفاتحة التيوب. زين ليش تطلع 300؟ انا اخذ 300 المفروض ما تطلع 300 تطلع ايش قد؟ فد 200 250 والخمسين وين راحت؟ مو انا فاشل الكف تطلع دائرة مدائرة. زين ليش ما طلعت دائرة مدائرة؟ اكو إديمة بالمكان. لا تطلع بالتيوب بهاي الحالة. بس تطلع يصير شنو؟ لارنجيال إديمة تدخل بمشاكل. واضح شباب؟ هاي وحدة من العلامات اللي أنا أسويها قبل لا أطلع بالتيوب. أفحص اكو إديمة لو لا، شلون أفحص؟ مريض ياخذ شهيق 300 المفروض يطلع أقل. ليش يطلع أقل؟ لأن داير مداير التيوب فارغ ماكو فد إديمة سادته. واضح شباب؟ إذا ماكو فارغ وهاي تنطي أنتيدوت وش تسوي؟ هاي الريزيرفر باك اللي عندك تضغطها بكل قوتك. اسمع هاي كلها حكي ميلر هذا شباب كله كتاب هذا الحكي. ماكو إديمة مريض ياخذ 300 يطلع 250 يعني الايرواي باتنت الايرواي حلو الايرواي ما في مشكلة تنطر ريفيرسال تجيب الريزيرفر باك تضغطها كل قوتك اخر شيء اثناء ما تضغطها اسحب التيوب من يعرف ليش نضغط الريزيرفر باك كل قوتنا حتى تخلي بوزيتيف بريشر داخل اللانج والسكريشن ما يروح لجوا يطلع اوت هذا كل الحكي من كتب موجوده نعتمدها احنا داخل صاله العمليه كلينيكال سريره طريقه يعني لو شايفين لو واحد طاب وياي صاله العمليات وشايفني شلون قاعد المريض سموثلي وبسهوله الى ابعد الحدود تفضل